Coucou, assalam mes beautés, j'espère que tout le monde va bien. مرحبا بكم chez moi, مرحبا بلي nouveau دخلوا عندي. J'espère que تعجبكم القناة تاعي. مرحبا ندير معكم un masque pour les cheveux. شوفوا هذا لو ماسك il répare les cheveux, il active la poussée des cheveux, اللي شعره فنيان ما يبغيش يطوال, ويغزر شعر اللي شعرها قليول, وي ريبار لي شوفو, ويسقم شعر اللي فيه لي فورش مكسر. ماشي مكلف, تسحقوا فيه كيما راكم تشوفوا هادي حب رشات. فوالا تحقوا حبرشات بزاف مليحه باش طول شعر. وتحقوا زريعه الكتان بزاف ترطب الشعر, فيها منافع ولا اروع. وتحقوا هذه بذور زبده الشيا. روحوا عند مول الاعشاب قولوا له اعطيني بذور زبده الشيا. هذه شوفوا ولا مغزال لكم شعركم ما كاش واش نقول لكم. هذيك الغيبار لي شوفو كاسا وتغزر شعر, و ان فيغ دو وكاسرونه. بون انا درت ان فيغ دو, مي على حسب طول شعر, كل واحد يدير على حسب طول شعرو. فوالا ما لازمش تبعوني انا, باسكو انا جاي لي شوفو كور, قلت لكم عندي شعري قصير, تسمع على بيها ندير كلش, ندير شويه. فوالا انا درت ان فيغ دو, مي على حسب ما اظن, على حسب واش راني نشوف, لازم نزيد له ان اوتر فير, باسكو ان فير دو ما راهش راح يكفيني كاع شعري, ما كاين شعري قصير. دوك نزيد معاكم ان اوتر فير ونص. فوالا من بعد واش ديروا؟ هاد المكونات لازم يغلو افو دو, لازم يغلو في نار هادئه شويه, وما لازمش يولي جل ثقيل. فوالا بون تحكموا. انا مغرفه صغيره درت زوج ثلاثة مغارف, هادي حب رشات, درت ثلاثة مغارف تاع حب رشات وثلاثة مغارف تاع زريعة الكتان. فوالا زوج ثلاثة تاع زريعة الكتان وثلاثة مغارف تاع زريعة بذور الشيا. واحد والله غير هادي بذور الشيا ديجا لا كريم تاعها بزاف منفعة لابو وللوجه. ثلاثة مغارف بون نخلطهم شوية, من بعد نديرهم في النار نديرهم يغلو. تبعوني نديكم تشوفوا كيفاش نديرهم يغلو. فوالا هاني خلطهم مليح باش يتجانسوا كاع المكونات, باش يتجانس زريعة الشيا بذور الكتان وبذور حبرشات. والله العظيم كنت تشوفوا كيفاش طول لكم شعركم. هذاك الشعر اللي فنيان ما ينوضش ما يطوالش, تشوفوا كيفاش يطوال بهذه حبرشات. وهذا الماسك ماذا بكم ديروه اون فوا بار سيمين با بلوس, باسكو شويه لازم تصفوا, لازم ديروه مره في السمانه. والمكونات والله غير رخاص, تقولوا له عطيني زريعه الكتان حق 10 الف ولا حبرشات حق 20 الف, زريعة بذور الشيا حق 20 الف, ما تجيكش مكلف. وديروه مرة في سمانة, ولازم كي ديرو أي ماسك اللي ديروه ماذا بكم تندو شعركم, ما لازمش ديرو سوغ شوفو ساك. ماسك اللي هو تاع الشعر ناتشوغال لازم تندوه. دوك نقولكم علاش, كي تندو شعركم تشمخو شوية شعركم وديرو الماسك يكونو لي زيكاي تاع الشعر مفتوحين كيما راكم تشوفوا هنايا, راهو يغلي. نخلي حتى وين الماء يولي شويه صفر, ومانيش حباتو يكون ثقيل بزاف, باسكو على بالكم زريعه الكتان وحب رشات, ولو كان تخلوهم يبطاو يولوا بزاف جال ثقيل. صافي انا ما حبيتوش ثقيل بزاف. فوالا كي كملت هاولي كيفاش ولا لا كولور, ولات جون ولا لي خفيف ماشي ثقيل بزاف. ودوكا نديرو في الصفايه نصفي, باسكو انا نسحق هذاك لو ليكيد برك باش نابليكيه في شعري. وكلابليكاسيون ديالو كيفاش ديرو, قلت لكم تشمخوا شويه شعركم ومن بعد تحكموا شعره بشعره وديروا شعره بشعره. وديروا ماذا بكم ديروا ساشي تاع نيلون ولا ديروا ان بوني دو بان, يا دو بريفيرونس ديروا ان بوني دو بان, وتخلوه ماكسيموم ساعه ونص. ما تخل شوفوا الخلطات كاع ما تخلوهمش اكثر من ساعه ونص. هاوليك بعد ما صفيتو شوفوا كيفاش ولا, ما خليتوش حتى ولا لي جل ثقيل شويه باش نقدر نابليكي في شعري. وهذا تابليكيوه من لاغاسين حتى لي بوينت, ما يدير لكم والو, بالعكس كي ديروه في لاغاسين باش شعركم يطوال ويغزر. وهذا اللي صفيتو
انا نحب نديرو في وجهي باسكو فيه بزاف منافع للوجه، فيه بزاف زريعة الكتان، زريعة حبرشات، زريعة الشيار، تصفي الوجه، ترطب الوجه. بون نخليه في شعري اون اور، بعد ما خليته ساعه غسلت شعري بلو شامبو هذا المخير كاع اللي بغات تغيباري فريمون شعرها، ودرت له لابري شامبوان ديالو باسكو ما نقدرش نفرط فيهم، عندهم عندهم واحد لودور في الشعر هذاك عجبوني فور. من بعد ما نجبتش انا شعري بلو سيشوار نخليه ينشف اليغ ليبر باسكو في الصيف ما نحبش ريبوشينغ، ومن بعد درت له سيروم شيا اللي هو المخير. و جيسبر يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وما تنساوش ديروا جيم، ما تنساوش ديروا اشتراك، ما تنساوش ديروا جرس باش يحققوا كاع جديد ديالي. وميرسي، تهلاو لي في روحكم، ان اوتر فيديو، اونفوار.